من وحي هذا الجنون الذي يعيشه الشعب الليبي المسكين. شعب البطل كان مسكينا، أما اليوم فهو شعب بطل. كان مسكين قبل 17 فبراير، قال كان الشعب الليبي شعب المسكين، الشعب المهضوم، شعب الجامد الساكن الأشل الأخرس الأعمى الأبقم، لا يتحرك، لا يسمع، لا يقول، لا يتكلم، لا ينتفض، لا يثور، لا يعبر عن شيء. أما اليوم فهو الشعب البطل الذي يتآمر العالم كله شرقه وغربه على ثورته، وقد نجحت ثورته في رابع أيام. يا نجحت، انتبهوا، النظام سقط في اليوم الرابع، انتهى كل شيء. ليبيا تقريبا كلها ما عدا منطقة صغيرة جدا حول طرابلس محررة، طرابلس محررة في قلوب أهلها وشبابها وبناتها، محررة محررة. فليبيا سقط النظام في 4 أيام أيها الإخوة، سقط النظام في 4 أيام بفضل الله تبارك.